السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت الملك أيده الله مع السعودية في السراء والضراء. تنظيم الاتصالات تفوز بجائزة الاعتراف بالتميز المؤسسي لفئة 4 نجوم. المطاعم والمقاهي تفتح أبوابها غدا لتقديم خدماتها في المساحات الخارجية فقط. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت توفير خدمة دفع الرسوم والضرائب الجمركية إلكترونيا. الأعلى للمرأة يطلق النسخة الثانية من برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها عبد الرحمن بن محمد عضو في مجلس حكماء المسلمين، معاهد التدريب تستأنف العمل غدا بعشرة متدربين في الصف. أما صحيفة البلاد فقد استهلت دعوة الأطباء للمشاركة بجائزة خليفة بن سلمان، رؤساء مآتم، توجيهات جلالة الملك أنجحت موسم عاشوراء. بيّن الصحيفة الوطن أنه في تعميم صادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان تستأنف مؤسسات التدريب المهني الأنشطة ابتداء من يوم غد الخميس وفق اشتراطات وضوابط احترازية. نقل الصحيفة الوطن أن وزيرة الصحة فائقة الصالح دعت جميع الأطباء البحرينيين للتقديم والمشاركة في جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني، بينة أن يوم السبت الموافق للخامس من شهر سبتمبر هو آخر يوم لتلقي طلبات المرشحين لهذه الجائزة. هذا وخطت الكاتبة فاطمة الصديقي مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان العودة التدريجية لحياة شبه طبيعية. فإلى المقال. المجتمع البحريني في ترقب يومي للعودة إلى الحياة الطبيعية. أشهر مضت على الجائحة ولا يزال الأمل سمة إيجابية في تصفير أعداد المصابين بالمرض كبشارة للعودة من جديد للممارسات الطبيعية لما قبل الجائحة. منذ فترة توافدت الأخبار السارة على المجتمع البحريني لعودة تدريجية للحياة كما عهدناها من قبل، فالعودة للصلاة في المساجد وتحديدا صلاة الفجر هي فاتحة خير للمسلمين للعودة التدريجية للعبادة، أملا بأن تعود الصلاة في المساجد بجميع فروضها. هناك أيضا مسألة العودة للمدارس والجامعات مع خيار التعلم عن بعد والحضور الشخصي للطالب، وعودة الصالات الرياضية والملاعب الخارجية وبرك السباحة، وعودة الخدمات في المطاعم والمقاهي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعودة سباقات الفورمولا 1 هي عودة حميدة للرياضة السرعة نرتقبها حتى وإن كانت من دون جمهور. من صحيفة البلاد نطالع أن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أصدر قرارا بضم الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين تقديرا لجهوده وخبراته الطويلة في العمل الإسلامي. نشرت صحيفة البلاد أن معالي رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الله البوعينين كشف أن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر من 28,000 حكم خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك من شهر فبراير وحتى شهر يوليو لعام 2020.
بيّنت صحيفة البلاد أن إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم أعلنت أنها أرسلت رابط اختبار التأهل للتنافس على بعثات شركة بابكو على البريد الإلكتروني للطلبة المتقدمين، حيث سيكون الرابط مفعلاً اليوم الأربعاء لعقد الاختبار لمدة 90 دقيقة. نشرت صحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات خاصة بشأن مؤسسات التعليم العالي تضمنت تطبيق العملية التعليمية كاملة عبر الإنترنت وعدم فرض رسوم دراسية خدماتية إضافية على الطلبة لاستخدامهم للمنظومة الدراسية الإلكترونية. بيّنت صحيفة الأيام أنه من المؤمل أن تقوم المطاعم والمقاهي بفتح أبوابها غدا الخميس لتقديم الخدمات في المساحات الخارجية من المطعم فقط، وذلك وفق قرار اللجنة التنسيقية. وفي إنجاز يعتبر هو الأول من نوعه في مملكة البحرين، حيث فازت هيئة تنظيم الاتصالات بجائزة الاعتراف بالتميز المؤسسي لفئة الأربع نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث نقلت أن المجلس الأعلى للمرأة أعلن عن إطلاق برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية في نسخته الثانية، وذلك بهدف تزويد المتقاعدات والباحثات عن عمل والخريجات ورائدات الأعمال بأحدث المعلومات والمستجدات. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن شؤون الجمارك أكدت بأن خدمة دفع الرسوم والضرائب أصبحت متاحة عبر البوابة الوطنية دون الحاجة للحضور الشخصي لمراكز تقديم الخدمة. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن الاتحاد البحريني لكرة القدم أشعر الأندية الأعضاء بعدم إقامة أي مسابقات للفئات السنية للموسم الرياضي الجديد، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.